أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ذهبك. النهاردة يا جماعة هقدم لكم فكرة أكثر من رائعة، رائعة وجبارة جدا. وأقول لك النهاردة لا ترمي هذه المكنة القديمة. لو عندك مكنة قديمة غلبت في تصليحها، فيها جزء يصعب تصليحه، مثلا ادمت، حبيت تغيرها، الوشاش بتاعتها دي باظت، أهم حاجة في قطعة جوه يا جماعة، قطعة مهمة جدا وجبارة جدا، وهعمل لكم فكرة منها بإذن الله هتعجبكم جدا جدا. أول حاجة يا جماعة هنطلع الحتة اللي احنا عايزينها دي واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنفتح المكنة بالطريقة دي، ليها أربع مسامير أهو. الابتكار اللي انا هعمله يا جماعة مش عايز أقول لكم، هيبهركم صراحة. يعني أول ما لقيت المكنة دي أو جات لي المكنة دي من واحد يعني قال لي خدها يعني اديها لي، كنت أنا هديتها له الأول وقعدت عنده سنين، فبيرجعها لي تاني، وقلت الحمد لله، ده أنا كنت محتاج واحدة قديمة زي دي كده نعمل منها الفكرة دي، هتنفعني أنا أصلا في شغلي وهتنفع كل الصنايعية اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات، في مجال النجارة، في مجالات كتيرة. هتشوفوا يا جماعة الفكرة اللي أنا هعملها دي بإذن الله هتعجبكم وتبهركم إن شاء الله. نفك كده يا جماعة، فكينا الأربع مسامير طبعا أهو كده، ده السلك بتاعها، السلك بتاعها طويل ممكن نحتاجه أهو كده. أول حاجة يا جماعة هنفك طبعا المكنة، هنفك الجزء ده كده، في هنا مسمارين، هنفك المحول ده او الترانس ده اهو كده بالطريقة دي، ليها مسمارين طبعا احنا عارفين طريقة تشغيلها، ده ملف وصل له فردتين الكهرباء بتوع تشغيله زي ما احنا شايفين كده، التيار بيدخل هنا بيتولد تيار مغناطيسي بيجذب القطعتين دولك، ادي قطعة وادي قطعة، فبتروح شمال ويمين كده هوك، فبتحرك لوشاش. شوفوا يا جماعة الوش اللي من قدام ده كده لما بيوصل كهرباء هنا، واجربها لكم كده اهو عشان برضه اوصلكم. بصوا يا جماعة، بصوا الجزء اهو بيروح الجزء ده، وهنا في ملف والملف فيه مغناطيس بيحرك الجزء ده والجزء ده شمال ويمين، وبيحرك المشاط من قدام وبيقص الشعر. كل ده انا ماليش دعوه بيه، انا اهم حاجه عندي الجزء ده يا جماعه اهو، هنخلعه كده بالراحه عشان ما يبص الملف اهو. بسم الله، نخرج ونجيب، ما نخرجوش يعني، هنجيب حته ايه اللحام دوك عشان انا مش عايز السلك يتقطع، اعمله كده وارجع لكم. اجيب يا جماعه حته السلك دي كده اهو، ونلفه ونلف ايه الملف ده علشان نحافظ عليه اهو كده يا جماعه. بعد كده هجيب عصايه زي ما احنا شايفين كده، عصايه اهي، عصايه اهي يا جماعه، عصايه عزكم الله بمقشه، انت هات الطول اللي انت عايزه، عايزه متر مترين متر ونص، وتستخدم سلك طويل. وهقول لك بعد هقطع الحته دي كده وهقول لك هنعمل ايه الخطوه الجايه. خلاص يا جماعه اهو قصينا الحته دي اللي كانت بايظه، بعد كده هنجيب ترانسي زي ده كده، ترانسي زي ده كده اهو، وهنفكه بالطريقه دي، هناخد منه حته الحديده ده هيك اهو يا جماعه كده، هنسيب دي دلوقتي اهو،
وهناخد حتة الحديدة ديك، اقوم بقى ايه انا بتعديلها بالطريقة دي كده اهو كده يا جماعة. انا عايز ايه اهو كده، واجيب المقص، مقص دوك اهو يا جماعة كده، واقص حتة اهو كده، وبرضو كده اهو اهو يا جماعة كده. طبعا كل ده انا مش عايزه اهو، ونجيب ده كده اهو يا جماعة كده، وهاجي هنا كده بقى واروح تاني برضو الحتة دي يا رب بسم الله كده، واحطها هنا اهو كده بالطريقة دي كده. بعد كده نثبت بقى دي كده وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة عملنا الملف ووصلناه بالسلك وركبنا له حتة الايه الحديدة دي. بعد كده هنجيب دي كده في مقدمة العصاية اللي احنا عملناها، وزي ما قلنا نص متر ربع متر زي ما انت عايز. هنعمل كده اهو يا جماعة بسم الله، ونروح رابطين دي بالشكل ده او نثبتها اهو كده كده يا جماعة، سواء بشمع او باي حاجة اهو كده كده تمام اهو. بعد كده اهو ثبتناها، هنجيب بقى السلك كده اهو يا جماعة كده، ونثبت برضو السلك دوك اهو يا جماعة، هنثبت برضو السلك ده كده شوية اهو على العصاية كده. بعد كده بقى ايه نجيب القصافة، هنقطع السلك كده يا جماعة من النص زي ما احنا شايفين اهو كده اهو، وبعد كده نعرف السلك ده اهو بص يا جماعة، ونعرف الطرف التاني وهنجيب مفتاح زي ده اهو، ونوصل طرف هنا اهو كده. ممكن نعمل له ترامل، بس انا عشان اعمل لكم الفكرة بسرعة اهو يا جماعة كده، وادي الطرف التاني اللي هو طرف المفتاح كده يا جماعة اهو بسم الله. انا بنسهلها يعني، عايز تعمل ترامل اعمل ترامل، عايز تلحمها بقصدير الحم، احنا بنحاول نبسط الفكرة كده يا جماعة اهو اهو. بعد كده نجمع معانا ايه اهو كده، ونجيب شريط اللحام ده ونلف كده اهو يا جماعة اهو كده، وننزل تحت شوية على السلك اهو كده. انت عايز تثبته بقى بأي طريقة تانية ثبته، انا بقول لك الفكرة عموما اهو كده يا جماعة. ونجرب بقى كده بقى معانا زي ما احنا شايفين اهي، وادي مفتاح ونجرب مع. خلاص يا جماعة بقى معانا زي ما احنا شايفين كده عصاية عليها ملف مغناطيسي زي ما احنا شايفين كده اهو اهو يا جماعة، وادي الفيشة بتاعتها، وطبعا هتشتغل بالمفتاح. المفتاح ده يا جماعة اهو ده ندوس عليها تشتغل، وهوريكم بقى ايه اللي احنا ادي بصوا يا جماعة كده احنا
في مجموعة مسامير، أي حاجة حديد صغيرة نقدر. بص يا جماعة التقطناها ازاي اهو، طبعا هندوس على الزرار تاني كده اهو. بصوا يا جماعة اهو، بصوا وقعوا ازاي، نلتقطهم تاني اهو، بصوا اهو. طبعا ده هنقدر نلتقط اي حاجة بسهولة وقع مننا، سواء فنيين كهرباء او نجارين وعملوا مسامير او اي ورشة فيها حاجات حديد. طبعا ده يا جماعة نموذج مصغر لعمل آلة كبيرة، ونش كبير لدراع، ممكن نعمل نفس الملف على أحد أطرافه ونقل أجزاء معدن كبيرة زي عجل، خردة، سيارات، ننقله من مكان إلى مكان آخر، مثلا في مركب أو في عربية، زي عملية زي الونش كده يا جماعة، ما بينقل الحاجات من مثلا للمراكب من 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 على المينا للمركب أو العكس، بيمسك الحاجة ويسيبها، بس ده هيبقى بشكل كهربائي، المغناطيس يشتغل يجذب الأجزاء المعادن ديك ثم يتركها في المكان اللي انت عايز تتركها فيه. أرجو أن تكون الفكرة توصل للناس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.